الأحلام اللي أنت كنت بتحلم بيها أيام كنت حضرتك موجود كوزير ومسؤول عن الآثار والثقافة وما حصلتش ونفسك تحقق؟ باب العزب. باب العزب ده بس أنا شايف إن هما قال لي وزير الآثار إن هما هيبتدوا فيه في تطوير. آه هيبتدوا فيه هيبتدوا. آه لأن ده عملنا له أميها الرفع مساحي وتصور ازاي يكون وايه الحاجات اللي تبقى فيه ممكن او يغيره وياريت يكون احسن. انما اللي انا عايز اقول لك باب العزب ده كان فكرة من اوائل الافكار اللي جاتني وانا وزير واخدت لها اغا خان ولففت فيها حتة ويعني سفير ايطاليا ولذلك ايطاليا اللي عملت لنا المسح وعملت الرف وعملت التصور. طب الحركة في بعض الانتقادات بتقول على الموضوع لان فعلا قريت عنه ان هو هيأثر على الاثار او هيأثر على الاثار دي كلها مباني مباني حديثة. تمام. من الف سنة 1908 1906 وحاجات ايام محمد علي ما احنا بنستعمل حاجات محمد علي. وبعدين كان في مبنى بس هو كان الاعتراض ان يبقى فيه جوه فندق بالظبط. اه وده اللي هم كسبوا من الأرض وده كان فندق ولا غيره ده كان اشلاء لنوم الجنود قد 12 اوضه اشلاء لنوم الجنود. اه لان دي كانت يعني كانت منطقه عسكريه الانجليز ثم استلمها الجيش المصري ثم اتركها. تمام. فلما يبقى قدامك مكان كده تلاقيه مكتوب عليه اسم مش عارف ايه علي وبتاع وكلام ده مكان ولقينا احذيه قديمه عسكريه موجوده فيه فما ده يتحول ويبقى بوتيك اوتيل. بوتيك اوتيل يعني اوتيل صغير جدا لحد عايز يسكن في المنطقه دي ده يعني بس